في في لقاء النصر هتلاقيها جون على طول. ان انت لا محمد عبد الغني ولا حسام عبد المجيد ولا الزناري اللي كان بيلعب النهارده عندهم القدره انك انت تتعامل مع لعيب بذكاء وحرفيه واحد زي تاليسكا مثلا في نص الملعب او كريستيانو رونالدو في الهجوم. او اليكس تيلس في زياداته الهجوميه.